بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن الفعل المضارع ورأينا حالة الرفع، بدأنا في حالة الرفع. اليوم سنكمل مع باقي الحالات. إذن قلنا بأن الفعل المضارع هو في الأصل مرفوع، إذن في الأصل فهو مرفوع. إذا كان الفعل صحيحا فهو يرفع بالضمة الظاهرة على آخره، مثلا يكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، نجتهد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. أما إذا كان الفعل معتل الآخر الألف أو الواو أو الياء فإنه يرفع بالضمة المقدرة على آخره. ورأينا الأمثلة: يسعى، يدعو، يقضي، يحيى. وكنا تحدثنا عن التعذر والثقل. قلنا بأن التعذر يكون عندما ينتهي الفعل بالألف المقصورة أو الممدودة بمعنى الألف، أما الثقل يكون حينما ينتهي الفعل بالواو أو الياء. رأينا يسعى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره على الواو منع من ظهورها الاستثقال لأن عندي الواو. تقضي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره أي على الياء منع من ظهورها الثقل لأن عندي الياء. ثم نحيا فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأن عندي ألف. أعيد: التعذر يكون حينما ينتهي الفعل بالألف المقصورة أو الممدودة، والثقل يكون حينما ينتهي الفعل بالواو أو الياء. الآن نكمل مع الحالة. أما إذا كان من الأفعال الخمسة فيرفع بثبوت النون. ما هي الأفعال الخمسة؟ ينتبه هنا، الأفعال الخمسة هي: كل فعل مضارع. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع، لأن الأفعال الخمسة فهي فعل مضارع. اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. هذه هم الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو الألف الاثنين أو ياء المخاطبة. ولماذا سميت بالأسماء الخمسة، عفوا بالأفعال الخمسة، نسبة إلى خمسة ضمائر التي تكون فيها واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة؟ فوقاش كتكون عندنا واو الجماعة مع هم وأنتم؟ فوقاش كتكون ألف الاثنين مع ضميرين أنتما وهما؟ فوقاش كتكون المخاطبة مع الضمير هي؟ إذن هذه هي خمسة ضمائر اللي كتبان لي فيه هذه واو الجماعة وألف الاثنين في الفعل المضارع وهي المخاطب. مثلا عندي فعل كتابة، المضارع نتاعو هو يكتب. إذا بغيت نردو من الأفعال الخمسة فنقول هم يكتبون. نلاحظ ولا من الأفعال الخمسة اتصلت به واو الجماعة، أنتم تكتبون من أصبح من الأفعال الخمسة، أنتما تكتبان أصبح من الأفعال الخمسة لأنها اتصلت به ألف الاثنين هنا واو الجماعة، هما يكتبان إذا أصبح من الأفعال الخمسة لأنها اتصلت به ألف الاثنين. أنت عفوا هنا ماشي هي وإنما أنت وليس هي، أنت تكتبين اتصلت به هي المخاطب. إذن هذه هي الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به إما واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وسميت بهذا الاسم الأفعال الخمسة نسبة إلى خمسة ضمائر وهي اللي كتبان لي فيها إما واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. هم كتبان واو الجماعة، أنتم كتبان واو الجماعة، أنتما تظهر ألف الاثنين، هما تظهر ألف الاثنين، أنت تظهر ياء المخاطب. الآن بالنسبة لإعراب الأفعال الخمسة، هنا فالأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. ترفع إذا حالة الرفع ديالها كتكون مرفوعة بثبوت النون. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. إذا كتكون الأوزان تاع عندها خمسة الأوزان: يفعلون، تفعلون إذا واو الجماعة، ثم ألف الاثنين، يفعلان،
تفعلان معهما وأنتما، ثم تفعلين مع أنت. الهدف يتعلق بالأفعال الخمسة. الآن نشوف الإعراب نتاعها. إذا الأفعال الخمسة قلنا ترفع بثبوت النون، مثلا حينما أقول التلاميذ يكتبون الدرس، نلاحظ أين هو الفعل؟ الفعل هو يكتبون. ماذا سأعرب هذا الفعل؟ إذن هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. هذا هو الإعراب نتاع هذا الفعل الأفعال الخمسة. حينما تكون النون، إذا نقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذا الأفعال الخمسة دائما الفاعل نتاعها كيكون في وسطها، بمعنى هنا أين هو الفاعل نتاع هذه الأفعال؟ هي الواو. بمعنى الفاعل نتاع الأفعال الخمسة يكون في وسطها. أين هو الفاعل نتاع هذه الأفعال تتكون فيها ألف الاثنين؟ هي ألف الاثنين. ثم الفاعل نتاع تفعلين هو الياء، ياء المخاطبة. من الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، أما الفاعل نتاعها فيكون في وسطها، إما واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. نمر الآن لنماذج في الإعراب. نبدأ بالحالة الأولى، من اللي كيكون يعني الفعل المضارع فعل صحيح، مثلا إذا يرفع بالضمة الظاهرة. مثلا يحصل المتفوقون على الجوائز، إذا يحصل المتفوقون على الجوائز، يحصل فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، المتفوقون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، على حرف جر، الجوائز اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن هذا فيما يتعلق حينما يكون الفعل المضارع فعل صحيح، إذن يرفع بالضمة الظاهرة. الحالة الثانية حينما تكون الضمة المقدرة التي رأيناها في الحلقة الماضية، إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف، إما ألف مقصورة أو ألف ممدودة. هنا نتحدث عن التعذر، مثلا يسعى الحاج بين الصفا والمروة. إذن يسعى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إذن يسعى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إذا كان الفعل معتل الآخر بالياء أو الواو، هنا نتحدث عن الثقل، مثلا يسمو الإنسان بأخلاقه، يسمو الإنسان بأخلاقه، يسمو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، مقدرة على ماذا؟ على الواو، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، إذن عندي الواو. قلت إذا كان الألف مقصورة أو الألف ممدودة نتحدث عن التعذر، أما إذا كانت الواو أو الياء نتحدث عن الثقل أو الاستثقال. جملة أخرى في الياء، يقضي الحاكم بالحق، يقضي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدر على الياء، منع من ظهورها الثقل أو الاستثقال. الآن نمر للأفعال الخمسة. الآن نمر للأفعال الخمسة. إذا كان من الأفعال الخمسة، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. إذن لاحظوا الفعل تسرون وتعلنون. إذن تسرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، إذن بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن هذا هو الإعراب نتاع الأفعال الخمسة. تعلنون نفس الإعراب، تعلنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل.
لن إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حلقة مقبلة مع نصب الفعل المضارع متى يكون منصوبا.